أو سلك سلك من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. فإن أول شيء هو العلم نعرفه. بغيت ندوز واحد الطريق نعرف شنو فيها، بغيت نمشي في واحد الطريق نعرف شنو فيها، العلم أولا. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسول الله أول ما نزل من الوحي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ، فقال لجبريل عليه السلام قالوا ما أنا بقاري، أنا ما قاريش، ما كنعرفش حروف. فغطاه حتى بلغ منه يا قولوا الجهد، ماشي الجهد ياك، الجهد هو ما نبذله من قوة من عمل، والجهد هو تعب. غطاه، شنو غطاه؟ ضمه، ضمه ضم حبيبي لحبيب ماشي، ولكن فيها ينبهو قال له ما عرفتيش تقرا اقرا، قالوا عاود اقرا ما انا بقاري. فاول شيء العلم، اقرا باسم ربك. فبأي شيء اخبره الله عز وجل العلم الذي سبق نزل به الوحي شنو؟ ايوا الله فكروا مزيان، كل واحد منكم يقرا في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اشنو هو العلم اللي جاب له؟ العلم اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم، اول علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مقصودنا ايضا به بسم الله. اول علم هو العلم بالله، هو معرفة الله عز وجل الذي خلق الإنسان ثم يرشده إلى معرفته وإلى عبادته. ها لك كاين الله والول عاد العبد، إن لك ربا، أنا ما كنتش موجود. الرب شنو معنى الرب؟ الذي يربيك ويلطف بك ويسدي لك خيرا ويفعل بك معروفا. وخلي الأخ يكمل كلامه. قلت بأن الله تعالى من خلال هذه الآية أن يري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللبشر بأنه هو الله، هو الخالق، هو الذي خلق الإنسان من عدم، هو الرب، هو هو الرب يربينا، وفيها معنى اللطف وفيها معنى الخير وفيها معنى ومن خيري أن خلقك وخرجك من العدم. زين، خلقنا من عدم، وكذلك أن الله تعالى خلقك في حياة، أنك تحيا وترى وتلمس بعض الأشياء ما يمكنك أن تلمسها وعلمنا أمور أخرى هي من الغيب. شنو هي؟ هي ما عند الله من نعم، وما عند الله من قدرة، وما عند الله من يوم الحساب. هذا بعد عاد تكلمتي على أهم شيء خبرنا به الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الناس يعمدون إلى هذه السورة الفاضلة فيقولون اقرأ، يعني أمة نقرأ، يعني بغي نقرأ، نقرأ ماذا؟ إذا بقينا عند هذه النقطة نحن أمة أوحي إلى أول ما أوحي إلى أن نقرأ، يعني نقرأ أي شيء، أي شيء نقرأ، نقرأ بحال الناس ونتعلم علوم الدنيا، ولكن المقصود هو اللي حطيت عليه صباك إن إلى ربك الرجعى. هذا أعظم الخبر، هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أعظم شيء، أعظم شيء أخبره به بعد الخلق، راك مخلوق وغادي تمشي للآخرة تلقى ربك. إن إلى ربك، يا ربي اقرأ باسم ربك الذي خلقك، هذاك ربك الذي خلقك وأحسن إليك ترجع إليه، ثم إلى ربكم مرجعكم. وهذا أذكر إخواني وأخواتي دائما بأن نذكر الناس وبأن يكون كلامنا دائما قرآنيا مجتمعا لا منفصلا بعضه عن بعض. الناس ما كيتكلموش على الآخرة، لا يتحدث الناس عن الآخرة ولا يحدث بعضهم بعضا عن الآخرة، وإذا جاء واعظ يعظ لا يحدث الناس عن الآخرة. وهذا مرات متعددة نحضر لبعض خطباء الجمعة الخطبة كلها لا تذكر فيها الآخرة، تقرأ كتابا كاملا لا يذكر فيه الآخرة. هذا ماشي قرآني،
لكي نكون قرآنيين ينبغي أن يكون خطابنا قرآنيا. ربك الذي خلق ثم إلى ربك إن إلى ربك الرجع ثم إلى ربكم مرجعكم. بما أنه جاءت جاء بالرب احنا نرجع إلى الرب. لو كان قلنا ثم إلى القهار مرجعكم يعني واعرة هذه تهديد إلى ربكم ذاك اللي خلقكم وكيحبكم وكتحبوه وكيغفر لكم الذنوب إلا زليتو كيقول لكم شكون يتوب شكون نرجعوا له. إذن هذا ديال الرحمة نرجعوا للرحمة. وأحيانا نقول عند الناس مبتدأات بلا خبرات أو مبتدأ دون خبر. لما يجي نقولوا كاين الله موجود والبراهين كذا وكذا وكذا ولكن لا نتحدث عن الاخره. والله موجود مزيان الله يعاونكم مزيان ولكن لما نجيو نعضوا الناس ونتكلموا على الناس باش نقولوا لهم نخبرهم بانهم سيموتون. يقول لك نعم انا اعرفونني ساموت كل الناس يعرفون هذا لكن الشيء الذي لا يعرفونه وأنك ستبعث. يخبر ويسألك أحدهم يقول أنا لا أؤمن بهذا الموت لا بد منه ولكن سأبعث. وهذا ما كان يقوله الكفار إذا متنا وكنا ترابا ذلك أرجعون بعيد.